السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وحشين لي والله. اكيد كلنا لما نيجي نشتري اي حاجه جديده مش بس موبايل بندور طبعا على ايه، على الافضل. بس دلوقتي عشان في حاله تشبع موجوده في السوق، في اختيارات كتيره جدا، وكل بتاع شهرين كده كل براند بينزل له موبايلين جداد وبيزود الحيره وصعوبه الاختيار. فكل شهر على القناه بيكون في فيديو افضل هواتف اللي احنا عارفين، بس ده فيديو مختلف شويتين، لان في الفيديو هنا في قانون واحد بس بيحكمنا، وهو موبايل واحد في كل فئه سعريه. ما ينفعش انصح باكتر من موبايل، والفئه بتكون من 2000 لحد 12000 جنيه، والفئه بتزيد بمقدار 1000 جنيه كل مره. اعداد الفيديو ده بيكون صعب لان لازم نغربل السوق، مش بس بندور على الافضل ولكن بندور على افضل الافضل، وبنختار على اساس القيمه مقابل السعر، وكمان على اساس قله الشكاوي اللي بتوصل لنا من الموبايل. وبرغم ان قانون الفيديو دوت صعب، بس هنحاول نلتزم بيه للنهايه، الموبايل المثالي في كل فئه سعريه. بس قبل ما اتعمق كده على طول، لو عايز انك ممكن تستفيد من القناه دي في الوقت الحالي والمستقبل ولسه مش متابع القناه، اعمل سبسكرايب او اشتراك من تحت وفعل الجرس، وما تنساش تدعم النوار بلايك للفيديو. بالنسبه للفئه تحت ال 2000 جنيه فبنصحش بحاجه الحقيقه من الفئه ديت، تعتبر دي اول الفئه الاقتصاديه، ويا ريت يا ريت تستنى او حاول تزود لحد ما توصل لحوالي 2300 2400، وقتها هتلاقي موبايلات ممتازه جدا. فئه بقى تحت ال 3000 جنيه اكتر الفئات اللي هي حصل فيها تطوير الفتره الاخيره، واصبح في تقريبا معجنه من كل الشركات من حيث المنافسه. اختيار موبايل واحد هنا هيكون حاجه صعبه شويه، ولكن بعد المقارنه بين اكتر من موبايل واكتر من براند فهنختار هنا ريدمي 9، مازال هو اللي في الصداره، الموبايل اللي كل الناس اجمعت ان دوت الافضل في فئته، واللي قليل جدا اللي الشكاوي اللي بتيجي منه. ويعتبر فعلا موبايل مميز فئته لانه بيجي بالشاشه 1080 مش 720 بي زي معظم هواتف الفئه ديت، ودعم للشحن السريع مع بطاريه كبيره 5000 ملي امبير بتسند جدا معاك في الالعاب. وبمناسبه الالعاب، فاتقل الالعاب بتشتغل على الموبايل ده، يعني اداني تجربه كويسه جدا على الاعدادات المتوسطه وسلاسه شديده، لانه بيجي بمعالج العاب هيليو جي 80 او هيليو جي 80، والجي هنا بترمز لكلمه جيمنج، قلتها قبل كده وهقولها تاني، اكبر قيمه مقابل سعر موجوده في الفئه دي. الموبايل بيجي باربع كاميرات، مش اقوى حاجه يعني الكاميرات في الموبايل، ولكن تعتبر متوسطه على قد الفئه السعريه بتاعته. يعتبر من الموبايلات النادره في الفئه السعريه دي بتيجي بكاميرا وايد انجل للكادر الواسع. الموبايل ده عليه سحب كبير جدا، وده ادى لحاجتين، اولا ان الكميات المتاحه منه قليلة دلوقتي، والحاجة التانية ان معظم التجار اللي لسه عندهم مخزون بيبيعوه باغلى من ثمنه الرسمي. فلو عايز تشتري الموبايل ده ياريت تدخل على الصفحة الرسمية الخاصة بيهم على الفيسبوك وتسألهم الاول عن الفروع الرسمية المتوفر فيها الموبايل. انا بقول لك كده عشان ما تروحش على الفاضي. والنسخة اللي برشحها لك هنا او اللي بنصح بيها هنا هي النسخة الكبيرة على طول، اللي هي 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحة داخلية، وثمنها الرسمي 2500 جنيه. وقبل ما نروح للفئة اللي بعديها خلينا نسمع كلمتين بسرعة من سبونسر فيديو النهاردة. موقع luckyegypt.com هو اعلى موقع كاش باك في مصر، كل ما تشتري عادي من سوق او جوميا زي ما انت متعود بيرجع لك كاش باك على مشترياتك، تقدر تشحن بيه رصيد لموبايلك من خلال تطبيق لاكي، او تسحب الكاش باك على حسابك البنكي او من منافس امان. موقع luckyegypt مفيد جدا وبنصح باستخدامه لانه بيكسبك ومن غير ما تخسر اي حاجه، بتسجل حساب مجاني وبتكسب 50 جنيه فلوس ببلاش، وفي دلوقتي عرض ضعف الكاش باك على سوق جوميا، وما تنساش تتابعهم على الانستجرام عشان ما يفوتكش العروض الجديده اللي بتنزل، هسيب لك رابط التسجيل تحت الفيديو في الديسكربشن، ولو عندك اي استفسار تقدر تسالني على رسائل الانستجرام. في تحت 4000 جنيه هنختار هنا موبايل سامسونج جالاكسي M31، بالرغم ان يعتبر فيه يعني بدائل كويسه تانية، الا ان الموبايل ده بيتميز بحاجه نادره جدا في فئته السعريه، وهي الشاشه السوبر اموليد. الشاشه السوبر اموليد واللي بتعجز البراندات التانية او البراندات الصينيه اللي هي توفرها في الفئات السعريه ديت، على عكس سامسونج لان هم المصنع للشاشه ديت. لو انت بتدور على افضل تجربه مشاهده وبتاع افلام ومسلسلات وكده، فده يعتبر يعني اختيار كويس جدا. الموبايل بيجي ببطاريه كبيره 6000 ملي امبير مع مميزات الشاشه السوبر اموليد اللي انتوا عارفينها طبعا، وحاجات زي اوريزون ديسبلاي، استوى العالي، التاتش المحسن، الكونتراست العالي، واخيرا طبعا التوفير في البطاريه، لان البيكسلز اللي هي السودا ديت ما نورتش اصلا، والشاشه تعتبر اصلا تكلفه تصنيعها عاليه او غاليه مقارنه بالشاشات الاي بي اس ال سي دي. الموبايل بيجي بمعالج سامسونج اكسينوس 9611 وبيدعم الشحن السريع ب 15 واط. سعر الموبايل دلوقتي حوالي 3800 جنيه او 3850 جنيه، متوفر منه نسخه وحيده 6 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. في بقى ال 5000 جنيه، لو قررنا هنا نختار موبايل واحد بس هنختار بوكو اكس 3 ان اف سي، موبايل يعتبر شبه متكامل من شاومي، يعتبر ارخص موبايل بيجي بشاشه 120 هرتز دلوقتي او في الوقت الحالي في مصر، طبعا من نوع اي بي اس ال سي دي الشاشه ديت، عشان دي مثلا افرض ان هي
سوبر اموليد 120 هرتز، لا هتلاقي بقى الموبايل اكتر من ده في الثمن. مازال الموبايل ده يعتبر اختيار مناسب جدا، وبيتميز بالتبريد السائل للناس الجيمرز، معالج مستقر في الالعاب سناب دراجون 732 جي، جاي هنا باختصار اللي هي جي اختصار كلمه جيمنج، بطاريه كبيره 5160 ملي امبير، تستند معاك مع استهلاك ال 120 هرتز الكبير، وشحن سريع 33 واط، وبيجي من العلبه باحدث سوفت وير وهو مي يو اي 12، والسوفت وير سريع على الموبايل ويعتبر خفيف الا من بعض الملاحظات الصغيره واللي قلنا عليها في الفيديو قبل اللي بيت. واخيرا طبعا من الاسم باين الموبايل بيدعم خاصيه NFC، وهي NFC خاصه بالدفع التلمسي للناس اللي مش عارفه يعني ايه NFC، واللي هو هينتشر الفتره اللي جايه ان شاء الله. ستيريو سبيكر من سماعتين، الموبايل فيه منه نسختين 64 جيجا و128 و6 رام ثابتين في النسختين. سعر النسخه ال64 4000 جنيه، وسعر النسخه ال128 4400 جنيه. فيت بقى تحت ال6000 جنيه هيبقى فيه هنا موبايل مميز من ريلمي، وهو ريلمي 7 برو، مع انه يعتبر مش اقوى اداء في فئته، بس يعتبر موبايل شبه متكامل، وخاصه ليه؟ لانه بيجي بشاشه سوبر اموليد مش اي بي اس ال سي دي، مع معالج سناب دراجون 720 جي، وبيتميز بالسوفت وير بتاع ريلمي اللي هو سوفت وير الخفيف، واللي هو مبني في الاصل على ايه؟ على الكالر او اس الخاص بابو. تصميم الموبايل يعتبر شيك جدا كعاده موبايلات ريلمي، تصميم عمرها ما كانت مشكله عندهم. وزن الموبايل برده يعتبر خفيف نسبيا 182 جرام، اللي ما بيحبش الموبايلات اللي هي 215 جرام زي البوكو مثلا. اربع كاميرات في الظهر، والاساسيه 64 ميجا بكسل مع 32 جيجا كاميرا اماميه. وطبعا عارفين ان اوبو وريمي مميزين في معالجه الالوان الخارجه من الكاميرا او من الصور على طول. الموبايل بيجي بستيريو سبيكر مش احادي، ودي ميزه كويسه جدا بتدي اللي هي التجربه المحيطيه في الصوت. واخر حاجه مميزه هنا ان الموبايل ده بيجي بشحن صاروخي 65 واط. سعر الموبايل دلوقتي 5800 جنيه ل 8 رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. لو انت بقى مش جيمر تقيل، يبقى اكتر موبايل متكامل هنا بالنسبه لك هو سامسونج M51 M51، بطاريه ضخمه 7000 ملي امبير مع شحن سريع 25 واط، معالج فيها متوسطه كويس واللي هو سناب دراجون 730 جي، وشاشه سامسونج المعروفه شاشه السوبر اموليد. واللي محتار ما بين الموبايل دوت وبين الجالاكسي S21، فالموبايل ده فيه مميزات الاس 21 ومزود او معلي عليه في الجزئيه بتاعت البطاريه، فلا خد الام 51 او الام 51 احسن. اربع كاميرات المعتادين في الفئه المتوسطه، والكاميرا الاساسيه 64 ميجا بكسل، الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل زي جالاكسي اي 71، زي ما قلنا متشابهين جدا او الى حد كبير جدا. الموبايل كويس لو انت مش جيمر تقيل، بس لو انت بقى جيمر تقيل واهم حاجه الاداء والالعاب وكده، لا تزود شويه صغيرين كمان لحد ما نوصل بس للفئه اللي بعدها، ففي اختيارات افضل بكتير للناس الجيمرز. فيت بقى تحت ال 8000 جنيه، وفي هنا فلاج شيب كيلر من شاومي، وده من الموبايلات الحقيقه اللي ممتازه واللي عاده ما كانتش بتنزل لنا مصر. يعني ايه ما بتنزلناش مصر؟ يعني على فكره يا جدعان البراندات كلها اللي موجوده هنا بتنزل موبايلات ممتازه قوي بره، وعمرها لسبب ما كانتش بتوصل لنا هنا، فده يعتبر موبايل منهم على فكره، ونتمنى نشوف نفس الموضوع او نتمنى نشوف الاير فلاج شيب كيلرز في مصر كتير الفتره اللي جايه. الموبايل ده جدعان يعتبر موبايل صايع، تنين اداء، ناس الجيمرز بقى وكل حاجه هتلاقيها في الموبايل ده، معالج فلاج شيب اللي مع المعالج ده هتقدر فعلا تلعب او تستفيد كويس جدا من الفريم ريت العالي لو اللعبه نفسها بتدعم. سعر الموبايل دلوقتي 7000 جنيه لنسخه 8 رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. فيت بقى تحت ال 9000 جنيه، والموبايل ده يعتبر مخصص اكتر للمهتمين بالكاميرا والتصوير. في هنا النسخه الاكبر من فلاج شيب كيلر شاومي اللي هو لسه متكلمين عنه، بس المره دي النسخه الاكبر 200 تي برو بكاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، وطبعا بيتميز بمعالج برده فلاج شيب سناب دراجون 865 مع الشاشه اللي هي بمعدل تحديث 120 هرتز. فكده يعتبر الموبايل ده يعني مناسب للجيمرز، وفي نفس الوقت برده مناسب للي بيحبوا يصوروا، ودي على فكره حاجه نادره. وخلي بالك ان الفئه دي والفئه اللي قبلها كانوا فئه يعني يعتبروا في مصر فئه متوسطه عليا، فدي حاجه كويسه جدا ان معالج سناب دراجون 865 ما كناش بنلاقيه قبل كده اقل من 12 او 13000 جنيه، فدي حاجه يعني عظيمه. في ستيريو سبيكر هنا لتجربه صوت محيطيه وضمان سنتين مش سنه واحده، سواء على ال 100 تي العادي او ال 100 تي برو. سعر الموبايل دلوقتي 8400 جنيه. من اول هنا بقى هيكون في اكتر من موبايل من سامسونج، وعاوز اقول حاجه مهمه، في ايفنت ان شاء الله للاعلان عن موبايلات او منتجات سامسونج الجديده هيكون يوم 14 يناير تقريبا، وانت بتتفرج على الفيديو دوت هيكون خلاص الايفنت او الاعلان عن الموبايلات ظهر. المهم يا ريت في كل الاحوال لو تقدر تنتظر هنا شويه
شويه وانت عاوز تشتري مثلا حاجه فلاج شيب، عشان دلوقتي هتنزل الموبايلات الجديده، الموبايلات القديمه يحصل فيها حاجتين، يا اما هينزل عليها عروض او هيقل ثمنها. بس لو مستعجل او لو مضطر فخلينا نكمل على طول بفئه تحت ال 10000 جنيه. في هنا سامسونج S20 FE او فان اديشن اللي هي نسخه الجماهير، كان نازل معاه اول ما نزلت هدايا حجز وكده، بس السعر دلوقتي نزل واصبح مناسب جدا في بعض المحلات 9900 جنيه اونلاين موجود على السوق. لو انت عايز تشتري اونلاين بدل المحلات ممكن تلاقيه في شفته ب 10300 جنيه في الرينج ده. الموبايل بيجي بشاشه سوبر اموليد 120 هرتز، دي زي ما قلنا حاجه عصيمه جدا، سوبر اموليد مش اي بي اس. عندك هنا اي بي 68 يعني ضد الغبار والتراب وضد الميه لحد 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. وطبعا الشاشة هنا تدعم HDR10+. نسخة مصر للأسف بتيجي بمعالج Exynos 990، نوع الذاكرة الداخلية ممتازة جدا 3.1، وده بيدي سلاسة أكتر للموبايل في السرعة وكمان فتح التطبيقات والألعاب، لأن زي ما قلنا قبل كده سرعة الذاكرة الداخلية تبقى واحدة أو ضلع من مثلث الأداء. سماعات ستيريو ودعم خاصية NFC أو Near Field Communication، وبصمة تحت الشاشة، بطارية متوسطة 4500 ملي أمبير مع 25 واط شحن سريع و15 واط شحن لاسلكي، وبيجي ب 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. فايت بقى تحت ال 11000 جنيه الموبايل المره دي من ون بلس. بص كنت بنصح قبل كده ان ون بلس انك يعني يا ريت تخلي حد يجيبه لك من الامارات، او في حتى تطبيقات بتخلي مسافر يجيبه معاك يجيبه معاه من بره بمقابل مادي. بس لو مضطر بقى فموجود ون بلس 8T اونلاين، بيجي باندرويد 11 او لا اندرويد 11 من العلبه مع واجهه ون بلس سريعه اكسجين او اس، معالج كوالكم سناب دراجون 865، معالج فلاج شيب يعني، وده خلي بالك نفس اللي قلنا عليه في ال 100 تي لو تفتكر 100 تي وال 100 تي برو، عشان كده قلت لك موبايلات متميزه. مميز هنا ان الشاشه 120 هرتز من نوع اموليد او شاشه اوليد، نوع الذاكره يو اف اس 3.1، بطاريه 4500 ملي امبير مع الشحن الصاروخي الخاص طبعا بمجموعه بي بي كي الكترونكس اللي هو 65 واط، صوت محيطي بسماعات ستيريو كمان. سعر الموبايل دلوقتي 10990 جنيه للنسخه 8 رام مع 128 جيجا مساحه داخليه، وفي نسخه ثانيه اعلى عشان ما تستغربش لو شفتها 12 رام 256 تبقى اغلب حوالي 1500 او 1700. فايت بقى تحت ال 12000 جنيه هنا سامسونج جالاكسي S20 بلس، موجود في اكتر من مكان باكتر من سعر، انا كنت شايف له عرض كويس جدا ب 11900 وده يعتبر حاجه عظيمه. نسخه 8 رام مع 128 جيجا مساحه داخليه، بيجي بشاشه اموليد 120 هرتز، دعم HDR10+، ازاز جوريلا جلاس اخر اصدار اللي هو على الظهر او على الشاشه، الومنيوم فريم، ويعني يعتبر موبايل فلاج شيب مش فلاج شيب كيلر، فالتضحيات هنا بتكون اقل ما يكون. نسخه مصر برضو نفس الكلام اكسونس 990، يو اف اس 3.0 مش احدث حاجه بس ما زالت سريعه، وفي دعم تسجيل فيديوهات مش عارف هتستخدمها او حد يستخدمها ولا لا، فيديوهات بجوده 8K وستيريو سبيكر، بطاريه 4500 ملي امبير المعهوده من سامسونج مع نفس الشحن السريع ال 25 واط. على فكره يا جماعه الاسعار في الفيديو هي افضل اسعار، ومتعمد اقول لك السعر الافضل عشان لما تيجي تشتري تعرف ان في يعني ده السعر العادل للموبايل، مش اللي هو عشان ما حدش يقول لك لا ده احسن سعر وكده، لا انت عارف بقى. وبس هنقف لحد هنا في الفيديو، لو الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله حابين نكمل فيها لفئه مثلا 20000 جنيه او كده فيا ريت برضك تقول في التعليقات. وبس اتمنى تكون استفدت من الفيديو، وما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابع الانستجرام وفيسبوك الرابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار واشوفكم الفيديو الجاي. بيس.